شاهدنا أيضا في الفيلم الذي تم عرضه في متاهة الموت جزءا من الجهود المحلية وأيضا الإقليمية والدولية في مكافحة هذه الألغام ونزع هذه الألغام. أود أن أسألك عن دور دول التحالف العربي. شاهدنا فرق هندسية إماراتية كانت تعمل على إزالة الألغام في اليمن، و أيضا المملكة العربية السعودية من خلال مشروع مسام تعمل في هذا الشأن أيضا إلى جانب الجهود المحلية. أود أن أسألك عن دور دول التحالف العربي في مسألة نزع الألغام، كيف تنظر إليه؟ هو حقيقة أستاذ أحمد، دول التحالف أيضا وقفت وقفة يعني إنسانية إلى جانب الوقفات العسكرية، لكن فيما يتعلق بنزع الألغام، تعلم أنه المشروع السعودي لنزع الألغام مسام أيضا يعني قام يعني بدور انساني كبير في كثير من المناطق، وفعلا يعني عشرات الالاف من الالغام تم نزعها عبر مسام وتم اتلافها حقيقه. يعني ايضا الفرق الهندسيه الاماراتيه لها خبره طويله، يعني حتى كان لها دور في كثير من الدول العربيه، في الكويت، في جنوب لبنان، في كوسوفو، وفي افغانستان، وبالتالي لعبت دور كبير الى جانب ايضا السعوديه حقيقه. القوات الاماراتيه كانت تعمل على ثلاث مبادئ: المشاركة بقوة في التحرير، ثم نزع الألغام والعبوات المتفجرة، ثم تقديم الدعم والمساعدة وتطبيع الحياة. أيضا الإمارات أيضا عملت على تأهيل كثير من المتطوعين اليمنيين وتدريبهم لكيفية التعامل مع الألغام أو نزعها. أيضا هناك دورات توعية خاصة في المناطق التي تم زرع يعني ألغام بكثرة فيها، دورات يعني توعيه للمواطنين انه كيف يتم التعامل او كيف يتم الحركه في اطار مناطق يعني تم زرعها بالالغام. وبالتالي حقيقه انه الجانب السعودي، الفرقه الهندسيه السعوديه والاماراتيه على اكمل وجه فعلا قاموا بدور كبير، يعني حتى فيما يتعلق ب يعني ب يعني بتقديم الدعم او يعني المساعده او التاهيل الذين تعرضوا للاصابات، ايضا حقيقه دور كبير يشكر، وخاصه اكثر الاصابات هي في تعز والحديده، وهناك تتواجد فرق هندسيه اماراتيه الى جانب ايضا انه مسام ايضا القوات البرنامج السعودي لنزع الألغام قام بدور مشكور حقيقه يعني.